شكرا. عفوا. شكرا دولة الإمارات، شكرا السيد محمد بن راشد المكتوم، شكرا لكل من صنع السعادة والبهجة، شكرا صناع الأمل، شكرا لكل من حاول أن يسعد مرضى القلب بجمهورية مصر العربية، شكرا للعبقري، شكرا للعالم الكبير الجليل الدكتور مجدي يعقوب، الرجل الذي ما زال يقف على قدميه، الذي تكعبلت وهو على خشبة مسرح الإمارات وهو يحاول أن يقدم شيئا ولو بسيط لأهل مصر والمرضى القلب. شكرا لكل من ساهم، شكرا ل360 مليون جنيه لمرضى القلب مستشفى القلب في جمهورية مصر العربية، 88 مليون درهم أسعدتم الجميع. ده مش جديد على أهل الإمارات، مش جديد على الدول العربية، مش جديد علينا مصريين. هيبقى معانا كمان الأستاذ أمجد غزال مدير مشروع صحة وحياة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير سندم. حضرتك شفنا المشهد التاريخي امبارح، الدكتور مجدي يعقوب ودولة الإمارات الشقيقة في تبرع 360 مليون جنيه لمرضى القلب ومستشفى القلب بجمهورية مصر العربية. رأي حضرتك، طبعا حضرتك كجمعية أصدقاء معهد القلب القومي. طبعا ده حدث بيسعدنا جميعا ويؤكد انتصار العلم والخير في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها. كنا في الفترة اللي فاتت يعني من التركيز على الرياضة، التركيز على الفن، مع عدم إهمال الصحة، إهمال رفع الوعي، والضوء طبعا اللي بيبذله الدكتور مجدي يعقوب لا يخفى على أحد طبعا، وكم الناس اللي هي بتستفيد بالخدمات رائع جدا. فاحنا طبعا بنهنئه بالفوز، وده فوز للخير في مصر طبعا كله. وطبعا بنشكر دولة الإمارات الشقيقة إنها بتساعد معانا في حاجة زي كده. طب بالنسبة لحضرتك موضوع مشروع صحة وحياة، ممكن حضرتك ناخد نبذة عنه سريعة؟ أهو مشروع صحة وحياة ده إحنا بننفذه جمعية أصدقاء معهد القلب بالشراكة مع مؤسسة الاتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، والهدف منه رفع الوعي بالأمراض عامة، وبنركز على أمراض القلب في محافظة السويس والإسماعيلية، وبنستهدف 30,000 شخص إن شاء الله نعمل لهم رفع وعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية من خلال الخوافل الصحية ومن خلال رفع كفاءات الأطباء والتمريض. طب هو جمعية أصدقاء معهد القلب هي دي يعتبر مبادرة مشروع صحة وحياة؟ هي الجمعية مستمرة فعلا، الجمعية مستمرة بتشتغل معانا دايما يعني، لكن مبادرة الصحة والحياة دي مشروع مدته سنة وبيشتغل في مدينتين من مدن القناة، الإسماعيلية والسويس. طب ايه الهدف من المشروع؟ الهدف من المشروع رفع الوعي الصحي عامة والإصحاح البيئي. احنا إن شاء الله مستهدفين المدارس والمعاهد الدينية والمساجد والكنائس ومراكز الشباب، بالإضافة إن احنا عندنا حملة لطرق الأبواب، هنزور نعمل زيارات منزلية للأمهات في البيوت، ونبدأ نعمل رفع بالوعي الصحي والإصحاح البيئي، إن احنا نبدأ نعمل بيئة نظيفة تمنع انتقال الأمراض، ومركزين أوي على مرض الحمى الروماتيزمية. طب هو في فعلا تم حصر عدد من الحالات ولا لسه هيتم الحصر بعد لا احنا بعد لسه التدريب؟ مرحلة الحصر، احنا حاليا اشتغلنا على تدريب الكوادر اللي هتشتغل معانا، تمام دربنا لغاية النهاردة 90 كادر في محافظة السويس، تمام ودول اللي هيشتغلوا معانا القيادات المجتمعية وفي المدارس زي ما قلنا، والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية، وهنبدأ إن شاء الله الحملة بتاعتنا إن شاء الله من شهر مارس، من أول مارس. شكرا لحضرتك وبالتوفيق دايما ان شاء الله ومن نجاح لنجاح ده. وعشان حد ما يزيدش على ان مصر راحت الامارات وتم تبرعات واحنا من الامارات بتساعد مصر، وليه بتساعد مصر؟ طبعا الاعلام البديل والاعلام المأجور والقنوات اللي ملاش اي ستين لازمه دلوقتي، هنخرج لفيديو صغير في نفس الاحتفاليه ونشوف إحدى المتبرعين قالوا إيه. هنطلع للفيديو ونرجع لكم تاني. طب الفيديو جاهز معانا؟ طب إحنا هنطلع لموضوعنا التاني.
لغايه ما الفيديو يبقى جاهز معانا ونرجع نفس الموضوع. طب الاغنيه جاهزه معانا يا شباب؟ طب احنا ما برضك الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه موضوع المهرجانات. احنا طبعا كلام كتير اتقال على موضوع المهرجانات، وموضوع اصلا اتحرق كتير في كل القنوات. فاحنا هيكون معانا اغنية للفنان عمر كمال، هنرجع تاني، وهيكون معانا برضك مداخلات للموسيقار سمير احمد اللي بنهنيه على تكريمه من 10 شخصيات في عزف الاورج والجيتار. هنعرف الفرق بين اللي بيغني مهرجانات واللي بيغني شعبي، والفرق كمان باللي بيطلع يقول اي كلام في اي كلام، ولا هو محصل الشعبي ولا هو محصل حتى المهرجانات اللي هم بيقولوا عليها. لكن مصر ولاده، مصر فيها نجوم، مصر فيها شخصيات بتطلع تمثل مصر من غير ما حتى برضك الاعلام يتكلم عليهم. هنشوف معانا برضك مداخله للموسيقار سمير احمد، وهو بالمناسبه هو اخو الفنانه مها احمد. هنشوف كمان في استغاثه معانا من اهالي قريه الصفيحه بمدينه طهطا بسوهاج، استغاثوا البرنامج ان كان في اراضي زراعيه كتير تم تجريفها، خصوصا ان المايه مش واصله للاراضي. وهيكون معانا مداخله من اهالي المنطقه. كمان كان معانا تكريم لفريق اعداد البرنامج. ممكن طب نعرض صور التكريم لغايه ما الفيديو معانا يجهز. تم تكريم فريق البرنامج في احدى الكافيهات بمحافظه السويس. انا من هنا بقدم لهم الشكر، بقدم الشكر للدكتور غريب رسلان رئيس تحرير البرنامج، بقدم الشكر للاستاذ احمد بلال مدير اعداد البرنامج، بقدم للمعدين سميه محمد، بقدم نسرين، معانا نسرين مرسي، معانا مراسلة البرنامج الأستاذة حنان الشحيمي، معانا مراسل البرنامج في سوهاج محمد صلاح، معانا فريق كبير جدا، معانا الصور معانا على الشاشة، معانا برضك فريق كبير في قناة الصحة والجمال، مش عايزين نقدر ننسى حد، معانا المخرج اللي على طول في ودني وعلى طول ما اقدرش اشتغل من غيره، المخرج وليد عمارة، معانا الأستاذ محمد عزت، معانا الأستاذ محمد الشحات، معايا أخويا وحبيبي أستاذ محمد الشاهد ونصر الشاهد عشرة العمر، معايا القائد الجليل اللي أنا بقدره وهو دايما ماشي بتوجيهاته، الاستاذ محمود العوامري، اخويا الاستاذ احمد الشريف، معانا الجندي المجهول الاستاذ عطا الله، معانا المونتاج الاستاذ هاني محسن، معانا اخويا حبيبي الاستاذ محمد رمضان، معايا صديقي العزيز محمد الملكي، معانا الاستاذ حمدي، معانا الاستاذ تامر، ما مش عايز انسى اي حد. هنطلع للفيديو ونرجع تاني نشوف احنا المتبرعين لمستشفى القلب بجمهورية مصر العربية هيقول لنا ايه. هنطلع للفيديو ونرجع تاني. We'll be right back.
اليوم أن أساهم بشيء بسيط في بناء هذا المستشفى للدكتور مجدي يعقوب، هذا الرجل الذي أنقذ حياة والدتي قبل 10 سنوات. يا من هي صدفة، قبل 10 سنوات أصيبت والدتي بحادث بقلب هارد أتاك، ونقلناها إلى لندن، وجميع الأطباء قالوا لا توجد فرصة، قضية وقت. والدكتور كان في إجازة أو في ما يشتغل في المستشفى، والصدفة كان موجود واستطعنا أن نتحدث معه وكشف عليها. وبعد أن كشف إجا وقال لي الأمل 10%، وأنا أموت أتذكر كنت واقفا فجلست على الأرض، يقول لي والدتك عندها 10% أمل. وبعد دقيقتين ثلاثة قمت وقلت للدكتور توكل على الله، والحمد لله ما زالت عايشة اليوم. عرفنا ليه بقى الناس دي زيها زي اي حد موجود في شعب مصر، هو نفس الدم، هي نفس الروح، هي نفس اللي بيحصل مع اي حد. طبيب نقص امي انا هفديه بعمري، ما فيهاش اي جدال، عشان ما كلام كتر وابتدى يتقال ان مصر مش قادره تبني مستشفيات، مصر مش قادره لا مصر الحمد لله قادره وقادره. وانتوا شفتوا التسليح شكله ايه؟ وشفتوا جيشنا شكله ايه؟ لا احنا قادرين وقادرين نعمل كل حاجه الحمد لله، بس لازم يكون في روح المحبه والاخوه بيننا وبين شعب الامارات، بيننا وبين شعب السعوديه. ده موجود معانا وده موجود معانا، واحنا قاعدين وماشيين في طريقنا ومكملين، وانتوا لسه برضو زي ما انتوا بتردوا وتعجنوا ومفيش اي كلام تاني يتقال. هطلع الاغنيه لأهل السويس وهرجع لكم تاني. كلنا لما كنا بنسمع الاغنيه دي، انا واحد من الناس ومن اهل السويس، كنت بقول محمد فؤاد اللي بيغنيها قلبا وقالبا. قعدت فتره كبيره جدا لغايه ما اعرف قسما بالله، اول مره قعدت حدود 2 3 شهر اسمع الاغنيه على ان محمد فؤاد بيغني لأهل السويس. دخلنا على اليوتيوب هنلاقي ناس رفعها على ان الاغنيه مرفوعه باسم محمد فؤاد. ده الفنان عمر كمال. الفنان عمر كمال من احدى المطربين الموقوفين من نقابه الموسيقيين، وان انا بحيي الفنان هاني شاكر على القرار الجريء اللي تم، ولو انه متاخر شويه، لان الناس دي عامل جمهور كبير جدا. بس انا اللي صدمت فيه عمر كمال. انا دايما انا ممكن اكون من الناس اللي انا كنت قريب ليه شويه، كان بينقي الاغاني كويس قوي، بينقي كلمات كويس قوي، بينقي موضوعاته، بينقي المواضيع، بيختار. كان من ضمنهم الاستاذ محمد حليم، عندنا في السويس محمود سماره الفنان الجميل، دنيا قمر كانت معايا في الحلقه اللي فاتت، مجموعه كبيره موجوده، بيختاروا اغانيهم وبيعملوا وطالعين بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله باذن الله برضك عمر كمال طلع، في غيره هيطلع. ما كانش ليها لزوم خالص حته الاغنيه. بعد اغنيه المهرجانات لما تمت والاختيار، خلاص انت بتصحح خطا بعد ما الناس سمعته وخلاص وتشير. معايا الموسيقار سمير احمد، واللي هو واحد من اشهر العازفين على مستوى العالم في الاورج والبيانو. صباح الخير يا استاذ سمير. صباح الخير حبيبي، ازيك يا استاذ سيد، اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب، والف مبروك على اختيار حضرتك من 10 عازفين على مستوى العالم في الاورج والبيانو.
صح كده؟ حبيبي تسلم لي. صح كده، اخبار حضرتك ايه؟ طبعا، ربنا يخليك وبتصبح على وكل كل القائمين على البرنامج والاعداد، ربنا يخليك، كل اخبار سنة حضرتك حضرتك ايه؟ طيب. احنا شفنا القرار نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، عايزين برضك تعليق حضرتك على بالنسبة للقرار، وإيه رأيك في الأغاني اللي بتحصل واللي احنا وصلنا له؟ اولا طبعا انا عمر ده حبيبي جدا، ومن السويس، واهل السويس كلهم حبايبي، وانا خطيبتي الاعلاميه مي فوزي من السويس برضو، وليه ذكريات جميله في السويس. موضوع القرار بتاع الاستاذ هاني شاكر، هو انا معاه بس اللي اتظلم عمر، يعني عمر اتظلم. وانا عمر اول ما دخل في قصه المهرجانات انا كلمته، قلت له يا عمر انت رايح على فين؟ قال لي انا في منطقه انا عايز اخدها، عاوز اوصل لها وارجع تاني. قلت له يا عمر لا، عمر اتظلم في وسط الناس دي. اولا قصه المهرجانات دي اصلا هي المفروض ما لهاش اساس، يعني هي حاجه ما لهاش اساس. هو برنامج اسمه اوتو تيون، حبه ناس لعبت عليه كده على تمام على الكمبيوتر، ويحط اوتو تيون اللي هو يجمل صوتك وبس، وبقوا بيفضحوا بعض على النت، وده يقول له انت خدت فلوسي، وده انت عملت كذا، ويتخانقوا مع بعض. هو ده اللي عمل الضجه عليه. لكن لا، وكمان حفلة الاستاد، يعني بعد ما الاغنية اتصحح الجملة بتاعت الحشيش اللي فيها الجون في الاستاد، الاغنية نفس الاغنية هي اللي اتغنت بعد ما تم تصحح ده، على ده الكلام اللي اتقال يعني. هو في حاجة بس على الاستاد، في مشكلة كبيرة جدا، لأن أنا موزع. أولا غلطة الاستاد دي غلطة كبيرة جدا جدا، واللي يتحملها مهندسين الصوت أصلا، لنفس الغلطة دي حصلت مع السيسي، مع سيد رئيس السيسي اللي هي كان لما افتتاح حصل البطولة. خطأ، لأن ما بيجيبوش مهندسين صوت بيبقوا كويسين جدا. أولا عمر دخل غنى وتو إن هو مش سامع نفسه، ما كانش سامع نفسه كويس، لكن عمر قوي جدا. عمر يعتبر اقوى واحد بيغني يعني من ضمن الناس الموجوده دلوقتي، وعمر ليه مستقبل كبير. طبعا طبعا، ودي كانت غلطه مهندسين الصوت اللي موجودين في الاستاد، لان هو المفروض يحط مينيتور يسمع بيه نفسه كويس، وعمر كان تعبان. بس هو في نقطه اساسا، يعني الاغنيه في الجمله دي تم تصحيحها، ازاي اتحطت على الفلاشه، وازاي ده تم يعني. هو انا والله فعلا انا ايه يعني لما عمر انا كلمته وقال لي الموضوع دوت، هي دي بصراحه غلطه كبيره جدا جدا، بس انا ما كنتش برضو مع النقابه انها تاخد موقف عليها، لان هي انتشرت بالشكل ده. ما هي انتشرت، او القرار اكيد ما بعد التصحيح الانتشار تم، وفي حفله كانت قبل الاستاد كان برضك عمر موجود فيها مع الاطفال، وطلع وقال يا جماعه انا بحاول ان انا هنصحح الجمله اللي احنا غلطنا فيها انا والفنان حسن شكوش، مع ان مش عمر هو اللي بيقولها، مع ان عمر مش هو اللي بيقول الجمله، حسن هو اللي بيقول الجمله. بس ايه اللي وصل الموضوع، وايه راي حضرتك في الاجراء؟ هل هيتم فعلا النقابه هتاخد فيه اجراء ولا لا؟ هو عمر عضو عامل مش عضو منتسب طبعا. اولا، فاكيد هو ليه استثناءات كتير، فانا اللي اكيد هينجم الموضوع ده كله احنا كنعرفه كفي النقابه مثلا، اللي هو يعني انا كعضو في النقابه انا عارف ان عمر ان شاء الله مشكلته هتبقى محلوله، ان هو ياخد وقت الفتره، وقال لي لو ليه استثناء، لان عمر هو اصلا فنان ومش هو اللي قال الجمله، واحنا يعني ناس كتير بتعمل طبعا بتساند عمر في الموضوع دوت، ان عمر يطلع استثناء. اما شاكوش هو اللي قال الجمله، وهو فنيا مش في نفس قوه عمر طبعا اكيد، يعني القوي عمر، وعمر فعلا فنان قوي جدا 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 يعني. وحاجه تانية، هو عمر صوته مش شبيه لعمر لمحمد فؤاد، هو عمر نفس الخامه نفسها. انا بقول لحضرتك، انا واحد من الناس، انا كنت ليا فتره كبيره بسمع اغنيه اهل السويس عن ان محمد فؤاد، وموجوده على اليوتيوب برضك باسم الفنان محمد فؤاد، يعني الموضوع يعني واخد طول. احنا عايزين برضك في نهايه المداخله بتاعت حضرتك اللي بسعدتنا جدا، عايز اعرف بس الخطه بتاعت حضرتك اللي جايه ان شاء الله بعد ما تم اختيار حضرتك 10 عازفين. هو ان شاء الله في فنان ان شاء الله هنعمل في رمضان لعب فيها شركات كبار جدا، وفي ان شاء الله مسلسل ان شاء الله يعني ده برضه المفروض ان احنا نعمله الاسبوع الجاي برضه، وحتى يعني انا حبيت اطلع الدرجه بره مصر مع النجوم العرب زي محمد عبد ورعب صقر وعبد الله، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني انا اقدر ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك وبالتوفيق، وشكرا لمداخلة حضرتك الجميلة.
معايا على الخط التاني الفنان الجميل علاء مرسي. صباح الخير يا فنان. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح الفل. صباح جمال. عايزين بس ناخد رأي حضرتك سريعا كده على موضوع المهرجانات، ورأي حضرتك في القرار اللي اتخذه الفنان هاني شكر. والله موضوع المهرجانات ده موجود اساسا، انا مش عارف هو لسه احنا افتكرناه الايام دي، يعني هو ما هو موجود من فترة طويلة، يعني بقاله سنين موجود، وبدأ المهرجان يعمل قاعدة عريضة جدا في الشارع ومع الناس، وتحرك بشكل قوي جدا وبقاله جمهور كبير. فإحنا فجأة افتكرنا ان ده خطر. صح. طب رأي حضرتك ان ايه اللي ممكن يتم، يعني او رأي حضرتك، بما ان حضرتك فنان وليك ارضيه وشعبيه كبيره وليك باع كبير قوي في الفن المصري، ومن ضمن الحاجات مدرسه علاء مرسي اللي حضرتك طبعا عملت صنعت نجوم كتير قوي موجودين دلوقتي على الساحه، رأي حضرتك ايه اللي ممكن يتم في اختيار الشخصيات دي؟ اللي يتم انه الشباب دي او الناس بتوع المهرجانات المطربين يجوا للنقابة ويحصل اجتماع موسع ويتحط لهم آلية تعامل ويتم اختيار الكلمات، هو الاعتراض على الكلام، فيتم ناس كتاب شعراء جمال من أعضاء برضو النقابة، نقابة المهن التمثيلية أو نقابة الموسيقيين، ويتم عملية اتحاد إزاي نطلع بكلمة حلوة يغنوها الشباب دول، طالما الموج عالي وطالما الجمهور بتاعهم قوي ما ينفعش ان احنا نوقفهم، ولكن ينفع ان احنا نعمل تصالح مع اللي بيقولوه ومع اللي المفروض يتم او اللي ما يناسب مصر بفنها، ان هي هرم او هي مركز الاشعاع للوطن كله فنيا، ان يكون في قانون رادع للموضوع، وان والمخطئ يتسجن. هو الموضوع بدا اساسا انه حفله الاستاد دي، مين اللي عمل الحفله؟ طبعا صح. مين اللي عمل الحفله؟ مين اللي ما راجعش الفلاشه؟ صح. الولاد قالوا، وانا على فكره انا من معجبين عمر كمال. طبعا عمر كمال. طبعا. بالتحديد. طبعا. مطرب رائع وصوت دافي ومهم، وهذا الشاب انا بحييه وانا بحبه جدا. طبعا. انا ما بسمعش اغاني المهرجانات، يعني مش انا مش من الجيل بتاعها او انا مش من مريدينها، ولكن عمر انا سمعت له كذا حاجه، لا ده مطرب مهم، واعتقد بشهاده الاستاذ هاني شاكر نفسه شاهد بكده. لا ده هو في اغنيه غناها بكلمات الفنان. طيب يبقى امنعه ليه؟ امنعه عشان انت يا استاذ هاني جالك تليفون اتقال لك ايه اللي بيحصل وايه الراي العام شادد عشان حفله استاد؟ مين اللي سمح بالجمل دي في الاستاد؟ هو ده اللي يتحاسب. مش في مدير استاد، مش في حد مسؤول عن الاستاد ده، وفي مهندس، مش في حد مسؤول عن التشغيل طبعا اكيد، ولا كانوا قاعدين في الحفله مبسوطين؟ طبعا اكيد. هم دول اللي يتحاسبوا حضرتك بقى. يعني مش اللي يتحاسب الشباب دي، ما اجيش انا بقى الحسن شاكوش او غيره او الناس دي واجه هاجمهم دلوقتي. اللي يتحاسب اللي طلع الجمله دي. صح. زي اللي المفروض اللي يتحاسبوا بتوع المصيبه الفضيحه اللي حصلت وقله الادب اللي حصلت في ابو ظبي في الماتش. مين دول يتحاسبوا؟ المشكله صح، المشكله ان احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نستوعب ان احنا في فرق بين انك لاعب بتلعب في الشارع وانك لاعب موجود دلوقتي بتمثل بلدك وبتمثل مصر قدام. لا لا بص اقول لك حاجه، دي عيال قلاله الادب. صح. دي سفله، دول سفله، زي برضو الاخ اللي سمح بالفلاشه يتقال اللفظ ده في الاستاد في عيد الحب. صح. اللي كان بتغني فيه فايزه و اللي يتحاسب الاستاذ هاني شاكر على فكره. ما يعني نقابه الموسيقيين تحاسب؟ مش فيها لجنه استماع؟ المفروض ان فيها لجنه بتحضر الحفله. ده على حسب ان كان مهندس الصوت اللي موجود في ال لا 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 ده كلام فاضي. مهندس الصوت حضرتك اللي غلط ده، مين اللي اداله الفلاشه؟ ما فيش متابعه ليه؟ هو اي حد يعمل اي حاجه هي بقت مصر كده يعني؟ صح. ما هو ده وبالاخر اهاجم الولاد.
عشان مش قادر احدد وبعد واحد. ما بعد ما حصل المفروض شعبية. الواحد ده مسؤول. استاذ علاء مرسي، ان شاء الله عايزين نعرف ايه اللي حضرتك ناوي تعمله للفتره اللي جايه. انا ان شاء الله في انتظار عرض فيلم اسمه الحوت الازرق، وده من اخراجي، وان شاء الله يبقى فيلم لطيف جدا. وعلى فكره فيه اغنيه مهرجانات انا اعملها جوه الفيلم، واغنيه حلوه جدا وان شاء الله هتعجب الناس. طب اغنيه مهرجانات يعني حضرتك انت ممكن توقف على كده؟ لا ما حدش هيقدر يوقفهم. لا والله ما هيقدر. لا انا لو وقفهم على فكره. شكرا لحضرتك ومداخلتك الجميله والتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا. الله يخليك. هطلع لتقرير من معرض القاهره الكتاب للاعلامي العزيز الفاضل اخويا الكريم سامح دراز مع احدى الكتاب السعوديين، ومش هرجع لكم تاني. سعدت بيكم، والى لقاء الى حلقات قادمه، وهنطلع للتقرير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء، ونحن على هامش المعرض القاهره الدولي للكتاب النهارده من الاعمال المهمه جدا المشاركه في المعرض السنه دي كتاب المعادات الدوليه بين التطبيق، بين النظريه والتطبيق، لسيادة المستشار هاجد بن يحيى الأصلاي مستشار التحكيم الدولي والعلاقات الدبلوماسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، حياكم الله. في البداية طبعا بنرحب بحضرتك، ونحب تعرف المشاهد إيه أهم الموضوعات اللي بتناول الكتاب. أولا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أنه أنا اخترت الكتاب هذا بعد رسالة الدكتوراه تقريبا. الكتاب يحتوي على 440 صفحة تقريبا، قسمته على عدة أجزاء، اثنين أبواب رئيسية وفصل في المقدمة وفصل في النهاية. الفصل الأول هو عبارة عن المعاهدات الدولية وتاريخها وطبيعتها في القانون الدولي، وتطرقت لتطوراتها التاريخية عبر العصور، ثم انتقلت للباب الأول هو الباب الرئيسي الأساسي، وهي نظرية المعاهدات الدولية في على ضوء القانون النسبي، وتطرقت فيه عدة فصول، منها المدرسة الإرادية والمدرسة الاجتماعية والمدرسة الموضوعية، وكذلك تطورات المعاهدات في المجال التاريخي الحديث. بعد أن انتقلت للباب الآخر اللي هو الباب الثاني من الكتاب، وهو عن الممارسات التطبيقية للمعاهدات الدولية في القانون الدولي، وتحدث منها في بعض الفصول إلى المواصلات البحرية والمواصلات الجوية. والفصل الثاني في الباب الثاني عن الجرائم والمعاهدات الموقعة في جميع دول العالم عن الجرائم، جرائم الإرهاب وجرائم التزوير والجرائم في السلم والجرائم في الحرب. هذا كل ما في الكتاب. واختتمت بفصل مهم جدا للغاية، وهو المعاهدات الدولية في بالنسبة للمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030. معالي الدكتور، لماذا تم الاختيار لمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات ليكون هو المنفذ أو هو بداية عرض باكورة أعمالك؟ سؤال جميل حقيقة. معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا طبعا دورة 51 ما شاء الله تقريبا أكثر من نصف قرن، فاختياري أصلا لتدشين الكتاب في هذا المعرض في هذا التوقيت 2020 لعدة أسباب. السبب الأول أنه سمعة المعرض الكتاب، معرض القاهرة للكتاب الدولي 51 سمعة كبيرة جدا، عدد الزوار شيء كبير جدا، دور النشر، أعداد دور النشر العربية والدولية ما شاء الله تبارك الله، يعني كأكبر يعني معرض كتاب في الوطن العربي حقيقة. لا سيما أنه الكتاب طبع في دار الفكر العربي في القاهرة، فكان من البديهي أن يطلع هذا الإنتاج من جمهورية مصر العربية، وخاصة في معرض الكتاب 20، معرض الكتاب واحد دورته 51 معرض الكتاب الدولي للقاهرة. ف
فكان لزاما انه يظهر هنا الحقيقه. ولا انا كان امنيتي انه ان نسوي له تدشين في المملكه العربيه السعوديه بما انه بلدي وكذا، ولكن المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه العصر العربيه بلد واحد. الله يبارك. فهذه هي الاسباب اللي دعتني انه اكون يكون تدشينه في هذا. ونحن نتحدث عن رؤيه المملكه المهارات 2030، نود ان توضح للمشاهد رؤيه حضرتك لهذه الرؤية المستقبلية التي تحمل الكثير من الأمال ليس للمملكة فقط ولكن للوطن العربي أجمل. رؤية 2030 المملكة 2030، هذه الرؤية كان عرابها سمو السيد الأمير محمد بن سلمان، وهذه الرؤية كل الشعب السعودي والخليجي والعربي. نحن نتذكر كلمته لما يقول في أحد المؤتمرات أنه الشرق الأوسط هذه معركته، فعلا هذه معركته. وهذا بدأ بالرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، حيث كانت الرؤية تهدف إلى أمور كثيرة في القوى الوطنية سواء السياسية أو الاقتصادية والأمنية أو العسكرية تقريبا. أما فيما يخص المعاهدات الدولية في رؤية 2030، فأنا قسمتها إلى عدة أقسام تقريبا، اللي هي التوزيع النسبي بالنسبة للمملكة العربية السعودية. لأنه أول ما بدأ العهد الجديد لعهد الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين محمد بن سلمان، بدأت السياسة تتخذ منحى آخر، هي مراجعة المعاهدات الدولية والتوازن بين الشرق والغرب. فنجد أن أول بداية الزيارات كانت زيارات على مستوى أوروبا وأمريكا، وكانت زيارات هناك في الشرق، روسيا واليابان والصين، جميع الدول العظمى والدول الصديقة والشقيقة أيضا. فكان هذا التوازن له أثره الكبير في طبيعة المعاهدات الدولية وتصحيح بعض النقاط التي تهتم فيها المملكة العربية السعودية. وجدنا أن هذه الزيارات لم تكن لرؤساء دول فقط، إنما لرؤساء دول، ثم تلتها رئيس الوزراء، ثم تلتها زيارات أخرى إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبيرة عابرة الحدود الاستراتيجية، والتي هي محور من محاور رؤية المملكة 2030، وهي تكوين الشراكات الاستراتيجية بين الشركات العظمى والمملكة العربية السعودية. فنتمنى وإن شاء الله أن نرى في القريب العاجل إن شاء الله تحقيق الرؤية قبل 2030 بإذن الله. العزم معقود والحماس موجود وطموحنا عنان السماء بإذن الله. ونحن نتحدث عن رؤية المملكة 2030، لابد أن نتطرق إلى العلاقات الوتيدة التي تمتد في جذور التاريخ بين الشعب الواحد، الشعب المصري والشعب السعودي، لا نقول شعبين ولكن شعب واحد يعيش في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. حضرتك تكلمنا عن انطباع حضرتك عن عمق هذه العلاقات وأثرها على قوة الوحدة العربية. العلاقات المصرية السعودية أو السعودية المصرية كلاهما سواء، هذه علاقات تاريخية استراتيجية ضاربة في أعماق التاريخ. أتذكر الآن مقولة المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز عندما يقول مصر لا تستغني عن العرب والعرب لا يستغنون عن مصر. فهذه المقولة هي من الأساسات الموجودة في 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 العلاقات السعودية المصرية. حنا نشاهد التوافق السياسي والاقتصادي والأمني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في العديد من الملفات الموجودة اللي عشناها الآن في الحاضر، وفي السابق، وهي امتداد لما حصل من اتفاقيات سابقة. فالعلاقات أشبهها بالنموذجية بين البلدين في بين أي بلدين في العالم. العلاقات المصرية السعودية أتوقع أنها من أبرز وأجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. ماذا تقول في من يحاول شق هذا الصف القوي ومحاولة زعزعة تلك الصخرة التي لا تتحطم؟ اعتدنا في وخاصة في الآونة الأخيرة للأسف أنه نسمع وكثرة الأعداء، ولكن الأعداء لا يستطيعون أن يعملوا شيء
وهناك أيادي وسواعد قوية. فالشعبين السعودي والمصري شعبين أخويين متماسكين أيضا، ووفق الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم القيادتين الحاكمتين في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية. كانت القيادة تدير دفة السياسة والشعوب متلاحمة مع بعض، فهذا اللي قاعد يحصل. مهما حصل ومهما حاولوا الأعداء شق هذا الصف أو ضرب هذه العلاقات، أنا أعتقد أنه لن يستطيعون أبدا طالما هناك بهذه الرقي وفهم وإدراك هذه الشعوب وهذه القيادتين بهذا الشكل، لن يتم ضرب هذه العلاقات مهما كان. دعنا نرجع إلى مؤلف حضرتك أو كتاب حضرتك. هل ده أول كتب حضرتك ولا هل كان في إزهارات سابقة قبل كده؟ في الحقيقة هذا طبعا كان فيه هناك رسائل، تقريبا رسائل للماستر ورسالة الدكتوراه أيضا، هي تعتبر يعني نوع من التأليف ونوع من البحث الجيد، لكننا ما رقت إلى مستوى الكتب أو الإصدارات اللي مثل كتاب المعاهدات الدولية بالنظرية والتطبيق اللي أمامنا. فهذا يعتبر أول إصدار يعني في دور النشر حقيقة، ولكن إن شاء الله بإذن الله لن يكون آخر إصدار. بما أن المتعارف عليه أن الأعمال الأدبية لها معزة ولها بهجة ولها فرحة، انطباع حضرتك عن الكتاب ومدى شعورك بأن اسم حضرتك اتعمل على عمل في غاية الأهمية ليس في المملكة فقط ولكن في الوطن العربي كله؟ أنا كان من الأسباب اللي دعتني لتأليف الكتاب أنه حقيقة يعني أنه من الصعوبة بمكان تصل إلى أنه تحصل على شهادات مثلا عليا، دكتوراه مثلا، أنا دكتوراه في القانون الدولي، ولم تساهم في المكتبة العربية في إثرائها بأي جزء يعني. فكان هذا أنا حسيت أنه واجب أنك تجعل لفكرك مجال أو حيز في دور النشر العربية أو العالمية فيما بعد. فكان هذا من الـ يعني الـ الدوافع لي في التأليف. وتفاجأت حقيقة، أنا كنت أسمع أنه دور النشر خاصة الكتب وما الكتب تطورت مع تطور التقنية والتكنولوجيا، صارت سماعية وصارت يستخدمون الحاسب الآلي والتصفح وكذا. فالكتاب كان يعني أسمع أن دوره يعني مش ولا بد يعني، لكن بعد زيارتي للمعرض اليوم ما شاء الله يعني عدد الزوار كبير جدا، عدد دور النشر كبير جدا، يعني أطمئن الحقيقة الباحثين والكتاب أنه الحمد لله أنه لا زال في الوطن العربي من يقرأ. دكتور، في ظل الحوسبة والميكنة، هل تعتقد أن لازال الشغف للقراء وانطباع لمسة الكتاب وأوراق الكتاب لازالت موجودة عند القارئ؟ أنا لا أتحدث ولا أجيب جديد في هذا الموضوع، أنا أدع الإجابة لرؤيتك ولرؤية المشاهدين الآن كيف يعني الكثافة البشرية اللي في المعرض الآن كلهم علشان دور الكتب. يعني هل لو سألت نفسك أنه هل هذول أكيد أنه كله عندهم حاسب، عندهم تقنية، عندهم تكنولوجيا، يستطيعون يتصفحون من أي مكان، حتى في منزلة، في مقهى، في أي مكان. ولكن لا زال الله الحمد لله يعني على كل حال لا زال الكتاب له أهمية جدا 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 في الوطن العربي. وأحدثك عن نفسي أنا الآن، أنا في الحاسب الآلي يعني متمكن ولله الحمد وتصفح كثير في الحاسب الآلي، ولكن الكتاب لا زالت له ميزة وطابع خاص. هل إن شاء الله المكتبة العربية تنتظر أعمال أخرى لحضرتك قريبا إن شاء الله؟ طبعا أنا الحقيقة أنا أتمنى ذلك حقيقة، أنا وقتي لا يسمح كثير جدا، لكن أنا أوعد المكتبة العربية بإصدار آخر إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله. بنشكر حضرتك يا دكتور، وبنتمنى لحضرتك مزيد من التقدم وإثراء المكتبة العربية دائما بإبداعات حضرتك. أشكركم وأشكر المشاهدين وأتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله. بشكر ضيفي الكريم سيادة المستشار هاجد بن يحيى الأصلعي، مستشار التحكيم والعلاقات الدبلوماسية، في ظل توقيع كتابه
المعادات الدولية بين النظرية والتطبيق. شكرا لحضرتك.